المجتمع كله. دكتور صالح بسمع منك في هالموضوع، نقل الرسائل الإيجابية الجميلة حتى بين إخوانك وأهلك وجماعتك يا أخي، ترى تعزز وتألف الناس. نعم. تألف القلوب. نعم. سبب دكتور صالح، الرسائل الإيجابية لها دور إيجابي كبير في العلاقات بين الأسرة وبين المجتمع وبين. أجيب قصة قصيرة. أنا كنت أزور واحد صديق لي من زمان وفي سني تقريبا، وكل ما جيت لمه قاعد يلومني وإلى آخره كذا كذا. فذات يوم زرته وقاعد يلومني بزيادة. أنت في قلت شوف قف، أنا ما تركتك إلا للومك الشديد. سلام. وش شبيبك أنا؟ شبيبك أجي لمك؟ أنا أروح لم واحد يضحك معي ويسولف معي ويشجعني ويا مرحبا ويا مسهلة ويا، وأنت أجي لمك بغير تثير يعني نفسيته. تقول إذا جاك الإنسان يعني كل له ظروفه وكل له أعماله، رحب ويا مرحبا وأعطاه شيء أشياء إيجابية، مدح، جزاك الله خير إنك تزور أصحابك، يا صاحب الوفاء، يا مرحبا بك. إنما تبعد في العكس، هذا مما يبعد الناس في علاقاتهم الاجتماعية، ومما يثير أيضا الضغائن، أحيانا تصل إلى الضغائن وقد تصل إلى القطيعة. فيجب علينا كمسلمين أولا حيث ديننا أوصانا بالتآلف والالتفاف مع بعضنا بعضا، أن ندمح، نسميها في لغتنا العامية أن ندمح زلات بعضنا، وأن نترك دائما اللوم، وأن نشجع الأطفال. أنا عمري أنا شجعني أحد ارتاح، والعكس مثلكم، إذا قال لك كذا وكذا قاعد أنا عندي في وسائل التواصل الاجتماعي أكتب وكذا وكذا، يجيني ناس جعل الله يجزاهم خير ويرفع قدرهم كذا يشجعون وكذا، وفي ناس يجي يعني زي ما يثبط زي ما قلتم. لكن أنا من خلال الحياة، خبرة في الحياة والأشياء اللي مرت فيها والمشاكل اللي مرت فيها، طبقت ما يقال المثل، حط على هذه طينة وهذه عجينة ومشي أمورك، ما تمكروه بالناس ما ندري. والحمد لله ماشت الأمور وكل شيء تمام. ولكن نصيحة خالصة لوجه الله لكم أيها الأخوة المشاهدون، دائما كونوا متفائلين وكونوا إيجابيين. سلام. كونوا إيجابيين، لا تحاولون أن تكثروا النقد أو ما شابه ذلك، فالإنسان المحبط يكرهه الناس ولا يرتاحون لوجوده، وإذا دخل مع الباب هذا كان الناس دخل عليهم شيء خطير. إنما الإنسان المتفائل المبتسم اللي يعني يحاول أن يبعث الإيجابيات في أسرته وفي لدى أصدقائه ومجتمعه، هذا إنسان محبوب فعلا. أنا أحب هذا الشخص، وأكيد الناس كلهم يحبون هذا الأشخاص، علاوة على الدين كما نكرر أمرنا بأن نكون كذلك. ولكم تحياتنا. وعبد الحليم حافظ يقول بلاش عتاب يا حبيبي. اي والله والله يا ابو كيف يا ابو سليمان ابو راشد والله انا عندي وجهة نظر بقى. تقول صالح اقول كذا عتاب دائما ما هي بزينه، صح؟ لا يجب ان نكون يعني شوي يعني وندمح زلت بعضنا، حتى لو راينا غلط على الانسان وهو غلط واضح وتبغى بينك وبين يهز عليك، تمسك بينك وبينه السلام عليكم السلام، يعني بالهداوة. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول لأنبيائه حينما أرسلهم لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا سلام فرعون، وانت تجي لا 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 يا أخي لماذا وينك على الدين؟ أين أنت؟ الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله. لا ترى ما ينجح ما ينجح. أنا مرة واحد تكلم علي يعني، وقام هذا الله يهديه في إحدى المواقع التواصل أبو سليمان، أرسل لي واحد على الواتساب قال شوف شو يقول عنك. قلت يا ابن حلال أنا باعد عن هالأشياء، ليش تنقلها لي؟ أنا تنقلها أنت. عمر جاه رجل قال إن فلان يتكلم فيك، قاله